السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة المزارع الصغير. هنتكلم مع بعض النهاردة عن سر من أسرار المشاتل، وكمان في ناس كتير جدا بتعاني من المشكلة اللي أنا هنتكلم عليها دلوقتي. والله دي يا جماعة سر من أسرار المشاتل ومفيش ناس كتير تعرفه. في ناس معظم الناس بتجيب اللي هو الزرع من المشتل وبتجيبه في مثلا في كيس، وما بتجيبوش في قصيص زي ده، بيجوا في الكيس، فهو الكيسه بتاعت زي بتاعت الجوافه كده، بتجيب الزرع فيها، فبتبقى عاوزه اللي هي تحطه عندها، عاوزه تحطه في الصيص، وما بيبقاش الوقت هو ده مناسب للي انت تنقل النبات ده من الكيس اللي تحطه في الصيص. ما يبقاش وقت ده مناسب لزراعه النبات. النبات مثلا بيبقى بيتزرع في الشتاء، وانت رايح مثلا جبت الزرعه دي في الصيف، جايبها في كيس وعايز تنقلها، فانت بتنقلها وبتموت منك. فانا هنقول لك دلوقتي ازاي تخليش الزرعه دي تموت عندك، وكمان ازاي لو جبت زرعه من مشتل في الصيص برده ما تخليهاش تموت عندك. ده مشكله برده بيعاني منها بعض الناس، اللي هو بيجيبوا الزرعه من المشتل في الصيص وبتموت عندهم في البيت برده. اول حاجه، انت لما بتجيب زرع عندك من المشتل بتجيبها في كيس. لو انت جبتها في كيس فانت ومقدمش الوقت ده مش مناسب للزراعه بتاعتها، او مش وقت زراعتها، وانت عاوز تزرعها في الصيص عشان يبقى شكلها اجمل. طبعا انت مثلا معانا هو صبار اللبني ده، كنت جايبه في الكيس، او الكيس بتاعه ده، الكيس بتاعه جماعه. فانا كنت جايبه في الكيس ده، وجبت القصيص بتاعه، جبت القصيص ده والقصيص جاهز في السكوب بتاعته وكل حاجه. فانا حطيت شويه تربه في القصيص من تحت، وحطيت الكيس ومليت عليه القصيص تربه وزرعته بالكيس بتاعه. فانت لما بتيجي بتزرعه بالكيس بتاعه، بتقطع في الكيس من تحت كده، بتقطع فيه شويه كده من الجناب، تبتدي تقطع فيه شويه مسكينه مثلا، تقطع فيه كده قطوع صغيره للجدر، لما يملى الكيس يطلع منها وهيطلع في التربه دي. دي السر يا جماعه من اسرار المشاتل، اللي انت بتزرع جيب او عايز تزرعها في ارض الزرع نفس الطريقه، بتزرعها بالكيس بتاعها اي زرع بتجيبها. وفي ناس كمان بتجيب شجر بتزرعه، ما يبقاش وقت الزراعه بتاعه، فبتزرعه انت بتزرعه بالكيس بتاعه. كمان الاشجار انت بتجيبها بتزرعها بالكيس بتاعها عشان ما تموتش. الجوافيا او اي شجر تاني، الفيكس، اي شجر انت بتجيبه بتزرعه برضه بالكيس بتاعه. والافضل كمان حتى لو وقت الزراعه بتاعه انت بتزرعه بالكيس بتاعه برضه عشان النبات ما يموتش، سواء في القصيص او في الارض. انت كده احنا جبنا مثلا نبات صبار اللبن ده، جبته في الكيس، فانا زرعته كده بالكيس بتاعه بحاله عشان ما يموتش النبات مني. فهو كده الجدر بتاعه لما يتملي، لما يملى الكيس ده، هتلاقيه يطلع لوحده في القصيص ويبدا يشتغل مع نفسه، ومش هيعاني مثلا من اي صفرات عن اعراض النقل او اي حاجه. هو بتن النبات محافظ على لونه وشكله وبيكبر كمان، والكيس ده ما بعطلوش في اي حاجه. وبرضه لو في حد عنده جنينه او اي حاجه جايب فيها زرعه صغيره في كيس وعاوز يزرعها، فالافضل اللي هو يزرعها في بالكيسه بتاعتها، وبالذات لو وسط شجر كبير، عشان لما بتبدا الزرعه كده لسه عاوزه جدرها يشتغل، لما يشيل الكيسه عليها ويزرعها وسط شجر كبير كده، بتبقى الزرعه لسه وهي لسه عاوزه جدرها يشتغل، يضرب في الارض وتشتغل وتمتص الغذاء بتاعها، فبتتنافس هي والشجر الكبير على الغذاء. فالشجر الكبير طبعا جدره ضارب في الارض اكبر، فهو اللي بيبدا بياخد الغذاء بتاعها، وهي بتموت وبتموت الزرعه اللي انت زارعها دي. شجره، سواء شجره او نبته او اي زرعه انت بتزرعها وسط شجر كبير وزرعتها من غير الكيسه بتاعتها، فهي كده بتموت بسبب الشجر الكبير بينفسها الغذاء بتاعها وبيمتص الغذاء بتاعها. لما انت لو زرعتها بالكيسه بتاعتها، فانت ان هي محافظه بالغذاء بتاعها، وكمان انت لما بتزرعها من غير الكيسه، فانت بتزرعها بتاخد الرطوبه من الارض، بتبدا هي تاخد رطوبه من الارض، والجدر بتاعها بيحس بسقعه كده، وتبدا النبته تصفر وتموت برده، لان انت نقلتها من الجدر بتاعها بعد ما كان في كيسه صغيره ونقلتها في ارض مكان كبير. فبتبدا كده الجدر يحس برطوبه ويحس اللي هو في مكان صغير، فيبدا الجدر يموت منك.
وكمان انت لما تنقل النبته ديت من قصيص مثلا صغير، مرت القصير بتاعها مال قصيص صغير، ما تنقلهاش مثلا في قصيص زي ده، كانت في قصيص صغير خالص، ما تنقلهاش في قصيص زي ده، زي ده كده تنقلها في السيس اللي هو اكبر منه في الحجم على طول، عشان النبته برضه زي ما قلنا جدرها ما يحسش بالرطوبه وتموت منها. واحنا كده قلنا لو عندك زرعه وجايبها في كيس ازاي تتعامل معاها لما تروحها البيت. فاحنا دلوقتي هنقول بقى انت لو لما تشتري زرع في السيس، وفي ناس كده بيشتري زرع في السيس وبتروح البيت الزرع ده بيموت منه او بيدبل وينشف كده ويبقى شكله وحش وبعد كده يرجع يشتغل تاني، ده بسبب ان انت بتاخد النبات من مكان وبتوديه عندك في مكان تاني، النبات ما بيبقاش متأقلم مع المكان اللي عندك، او المكان اللي عندك رطوبه او برد، فالنبات ما بيبقاش متعود على المكان اللي عندك، فانت بتاخد النبات ما بتحطهوش مثلا في البلكونه على طول، ما بتحطوش فوق السطح مكان ما انت عاوز تحطه، انت بتاخد النبات تحطه في قلب البيت عندك، بعد ما تشتريه مش تاخد النبات تحطه عندك في قلب البيت جوه البيت او الشقه، ما بتطلعش النبات بره من مده يومين او ثلاثه، اي نبات تشتريه تطلعهوش بره لمده يومين او ثلاثه لحد النبات ما بيبدا يتكيف مع المكان اللي عندك، النبات هيتنقل برده بحالته الطبيعيه، وبعد كده تنقله في البلكونه، تنقله على السطح مكان ما انت عاوز تنقله، والنبات هتن عندك بالشكل اللي انت شايفه ده او الشكل اللي انت جايبه بيه، اخضر ومرعرع بالشكل ده. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وده كان كلامنا النهارده عن النباتات وازاي نتعامل معاها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.